اولا الدوري عنده هدف رياضي وكاين هدف ديال التعارف بين مختلف المصالح. اذا شكرا لجميع المصالح المشاركه وكنعتبر ان الجميع فائز هذا الدوري. واخا انا حفيان واخا انا حفيان وشكرا. هذا شوف راه تحس المدرب علات كريم الامن الوطني على الفوز الثاني على التوالي الفوز الثاني على التوالي وكذلك ان الفريق قبض على الروح الرياضيه والمباراه تصبح جو هائل بدون مشاكل. كان بعض كان تجاوزات بسيطه المقابله في جو رائع من هنا الجميع وهذا التواصل بين الامن والساكنه والمواطنين لان احنا اخوه مشكورة المدينة مع التوريس والمواطنين اخوة وجنب الى جنب. السلام عليكم.